السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين. أصدقائي، هاليوم راح أسوي برد بلاو على طريقتي. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. اليوم للبرد بلاو اللي راح نحتاجه لتحضير برد بلاو، هو عندي هنا كوبين من الطحين، احتاج له نص كوب من الزيت وكوب واحد من الحليب وملعقة شاي من الملح. هاي مواد العجين. احتاج تمن، رز الكمية حسب القالب اللي اريد، احتاج الكشمش، اللوز، البازيليا، وعندي لحم خليته على النار. اول شيء قطعته مكعبات صغيره، بعدين يعني قليته شويه وخليته على النار ويا مي وملح وفلفل الى ان ما ينضج. راح احضر العجينه البرت بلاو. هي راح اخلي الملح ملعقه صغيره ملح، احضر العجينه واخليها ترتاح الى ان ما احضر باقي المواد. اخلي الزيت اخلطها كل هاي سوية. هسه ما اخلي الحليب كله مرة واحدة، راح اخليه شوية شوية واعجن الى ان ما اشوف العجينة ما تحتاج بعد حليب ما اضيف لها. هكذا انتهيت من العجينة مثل ما تشوفوها. طبعا ما كملتها للكوب الحليب، بقى منها شوية بالقعر. هو بس الكوب الحليب اخليه حتى اشوف اذا العجينة صارت جيدة، يكفي يعني قد احتاج لها للعجينة. صارت بهذا الشكل العجينة. هسه راح اتركها ترتاح وابدي احضر باقي المواد. اغطيها بالنايلون واتركها ترتاح واحضر باقي المواد. مثل ما تشوفون بعد ما انتهيت من العجينة تركتها ترتاح، عندي اللحم هنا نضج، عندي خليت بيض على النار دا اسلقه حسب افراد العائلة كم واحد يريد بيض. هنا عندي نص البازيليا خليتها دا اسلقها لانه طلعتها من الفريزر البازيليا، فخليت نصها للسلق لانه احتاجها لزينة للوجه. وعندي هنا اللوز، راح ابدي اقلي باللوز. اول شيء بعدين وراها اطلع اللوز يعني اخلي الرز على النار. بعد ما قليت اللوز كله وطلعته، هسه راح اخلي التمن، اخلي البازيليا ايضا لانه البازيليا عندي هنا طلعتها من الفريزر بس ذوبتها. اخلي ملح وشوية فلفل اسود وشوية وقليل من البهارات ايضا. اخلطها واخلي لها مي، راح اخلي لها مي واتركها على النار الى ان ما ينشف المي من عندها. ما اخليها تتهدى، بس ينشف المي من عندها واشيلها التمن من النار. بعد ما وضعت التمن على النار ودا انتظر الى ان ما ينشف المي من عندها، راح احضر العجينة اللي سويتها خليتها ترتاح. هسه راح افتح العجينة واخليها بهذا القالب اللي عندي، قالب الكيك اللي ايضا دهنته بالزيت. هسه افتح العجينة واخلي العجينة بالقالب وارجع لكم. مثل ما تشوفون انتهيت من العجينة. هسه راح اخذ العجينة واخليها على القالب اللي عندي، ارفع اقدر
عجينة هشة طبعا جدا هشة. أقدر أجيب القالب هنا نفس المكان وأفرشها بالقالب بالشكل. هالشكل خليت العجينة كلها وراح أرجع لكم بعد ما انتهيت من العجينة. هسا عندي التمن بس نشف المي من عنده طلعته، راح أضيف له الكشمش مو كله، أضيف يعني أبقي شوية لأنه أحتاجه آخر شيء. راح أضيف اللحم أيضا اللي سويته، جهزته مكعبات اللحم الصغار أضيفها أيضا وأقلبها كل هاي المواد سوية وأخليها بالقالب اللي عندي هذا الشكل. أقلبها وأبدي أفرغها بالقالب. اترك شوية مجال مو كلها لانه لا تنسون التمن بعد ما متهدر زين. هسه ابدي الم العجينة اخليها على الوجه بهاي الطريقة. عندي هنا المقص هو هذا الخاص بالبيتزا، راح احاول مثلا هنا هذا حتى لا تصير عندي العجينة غير متساوية ثقيلة مكان وخفيفة مكان، راح احاول اقص بالمقص العجاين الزايدة هذا الشكل. هنا عندي زيادة اقصها هنا، ايضا عندي زيادة اقصها بالشكل. هسه راح اخليها بالفرن وانتظر عليها الى ان ما تنضج. أصدقائي هو هذا شكلي النهائي والأخير للبرت بلاو بعد ما انتهيت منه وطلعته من الفرن وقطعت هذه القطعة اللي تشوفوها أمامكم. أتمنى تعجبكم هاي الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.